كرم اليوم وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة مجموعة من الرواد الذين أسهموا في بداية العمل الدرامي الإذاعي من ممثلين ومنتجين في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في السعودية. خلونا نشوف هذا التقرير الذي غطى المناسبة. المعوقات والحلول، هكذا جاء عنوان الندوة التي نظمتها الإذاعة السعودية لدراسة محاور مهمة من شأنها دراسة واقع الإنتاج الدرامي وتطوير آلياته ووضع النقاط على الحروف والنهوض به، وذلك من خلال اللقاء المشترك والتباحث المستمر بين المبدعين والإعلام للوصول إلى الجودة لتحقيق استحسان الجمهور. حيث كرم معالي وزير الإعلام دكتور عبد العزيز الخوجة مجموعة من أبرز الرواد الذين ساهموا في بداية العمل الدرامي الإذاعي من ممثلين ومنتجين إذاعيين وأصوات ساهمت في هذا الجانب، وهو التكريم الأول من نوعه على المستوى الإعلامي. الآن الإذاعة حصدت كثير من الجوائز، في كل عام الآن بتحصد كثير من الجوائز الذهبية في المهرجانات العربية، وأصبح لنا صوت مسموع وأصبح صوتا يصل إلى كل مكان في العالم، ليس في العالم العربي فقط وإنما في كل مكان في العالم. أصبحت إذاعتنا الآن من الإذاعات القوية والإذاعات المسموعة التي يسعى المستمع إلى أن يصغي إليها في كل أعمالها، سواء الدرامية أو الإخبارية أو غير ذلك. طرحت محاور متنوعة عبر 3 جلسات تناولت كيفية الوصول لأفضل جودة على مستوى الإنتاج الدرامي، وكذلك المشكلات التي تعترضه، بجانب علاقة الدراما التلفزيونية بالإذاعية ونقاش مفتوح بين الإذاعة والمنتجين حول ما يريده كل منهما من الآخر. التكريم هذا هو شيء جيد جدا أنه ذكرونا فيه، ودي أول مرة تحصل في وزارة الإعلام، لكن أقدر أقول لك يعتبر مسؤولية. يعني إحنا الآن تحملنا مسؤولية، يعني لازم نجتهد في عملنا ولازم نستمر في عملنا عشان نعطي أكثر وأكثر وأكثر. يعني مسؤولية بحد ذاتها فرحة، بس مسؤولية يبغى يعني التركيز عليه، لكن إن شاء الله إحنا قد هذه المسؤولية. لحظة ما جانا وزير الإعلام حقنا عبد العزيز خوجة الحق، ابتدى خطوة بخطوة خطوة ان هو يزيل هذه العقبات، وبالفعل وقف جنبنا ونصر، وهذه فرحة بالنسبة لنا. كنت أنتظر أيوة هذا التكريم، يعني فعلا بعد 48 سنة شغل انه انت تجدي من فعلا نحن نقدرك، بس يمكن نحن كنا مشغولين. وزير هو إعلامي بالدرجة الأولى، لأنه كان وكيل وزارة الإعلام يعني أيام ما كنا زمان، يعني حاجة أكثر يمكن من 40 سنة، وهو شاعر وهو أديب، فهو رجل يحمل كل هموم الفنان. لكن هذا التكريم له طعم خاص بالنسبة لي، لأنه أنا أخذته من المملكة العربية السعودية، البلد اللي أنا تربيت فيها واللي أنا تعلمت فيها واللي أنا ابتديت فيها صحفي، وأصبحت منتج، يعني اللي وضعي بعد مجموعة من الأعمال، 150 عمل تلفزيوني ومسلسلات، آخرها كان أسمهان والملك فاروق وعلب دليلي والأعمال اللي لاقت نجاح. لكني أنا بدين بالفضل أمانة إلى المملكة العربية السعودية. في وقت حقق فيه الإنتاج الدرامي تاريخا معروفا جعله أحد أهم الروافد البرامجية للإذاعة عبر سنوات، وفي ظل سعي الإذاعيين لتفعيل هذا الجانب ودراسة واقعه من خلال الندوات الإعلامية وتبادل الخبرات، يمكننا أن نقف على مرحلة جديدة باتجاه تطور هذا الفن الأثير ليستمر في وجوده الفاعل في المشهد الفني والإعلامي والجماهيري. حقيقة بادرة جميلة، ويستاهلون الفنانين اللي يعني كثير من الأجيال مثلا في السعودية تربت على أصواتهم على أعمالهم الدرامية في الإذاعة، وأيضا يعني ما هي غريبة الحقيقة على الدكتور عبد العزيز خوجة، لأنه دائما يهتم بالإبداع والمبدعين، وأيضا ينحو منحى التكريم في كثير من الفترات للناس اللي يمكن غفل الزمن عنهم، ولكن يستاهلون، وكل التمنيات بالمزيد من النجاح والتقدم.